الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم جميعا وأنتم أهل الكلمة. تحية لكل أهلنا السودانيين. تحية لشهدائنا الأبرار. تحية للمرابطين من أبناء الشعب السوداني في كل موقع فيه حوجة لأن السودانيين يكونوا واقفين. تحية لكم أهل الصحافة وأنتم تسطرون دوما الملاحم البطولية. ملحمة الكلمة كما تفضلتم لا تقل قوة عن ملحمة الزخيرة. أولا أنا سعيد بهذا اللقاء، وإن بعض الإخوة قالوا أنه تأخر، لكن أنا ما عندي شيء، قاعد لو دارين تاني نسمع الفورة مليون زي ما أقول، نسمع الناس كلهم يدعى لأي تسائل، وإذا حديثي ما غطى على نقاط مطلوب والناس يغطوها في النهاية برضو الناس ممكن يسيروها ونقدر نجاوب عليها. أنا طبعا النقاط اللي ذكرت في الحديث أنا سجلتها ودونتها، يمكن مع الاتحاد العام وعلى الوزارة الناس يقدروا يضعوا لها بعض المعالجات وبعض الحلول. نحن عندنا حقائق معلومة، هذه الحرب كل السودانيين تضرروا منها، ومعظم أو غالبية أصابهم ضرر بليغ وضرر كبير جدا، وأنتم جزء من هؤلاء السودانيين. نحن نعلم تماما أن هذا الضرر أصاب الجميع، والجميع يحتاج إلى العون ويحتاج إلى المساعدة. صحيح في ناس الضرر درجاته متفاوتة، لكن السودانيين كلهم تضرروا من هذه الحرب. هذه الحرب فرضت على السودان، وما زالت الجهات التي فرضت هذه الحرب تسعى لأن تصل إلى مراميها. نحن نقول لهم هذا الأمر لن يتمكنوا من أن يصلوا إلى مراميهم إطلاقا. نحن مؤمنين تماما أن القوات المسلحة والشعب السوداني قادرين على بناء السودان، قادرين على المحافظة على وحدته، قادرين على دح وكنس هؤلاء المتمردين ومن عاونهم، كنس نهائي. نحن كلنا بنقول والله هذا الأمر ما فيه مساومة ولا فيه نقاش ولا فيه حوار، ما في أي زول سوداني بيقبل أنه تاني هذا المسمى بالدعم السريع أو الناس اللي ساعدوه يكون عنده وجود وسطنا هنا في السودان. نحن نقول الكلام ده بنأكد عليه، لأنه ما أصاب السودانيين ما أصاب من تمرد هذه الفئة يمكن يعجز، وأنتم أهل الكتاب وأهل القلم، يعجز أن يوصف. نحن كثير من الحروب، نحن قاعد نقول الكلام ده، شفنا حروب في مناطق كثيرة، لكن حصل لأهلنا وحاصل عليهم الآن، والمعاناة اللي بعانوها ما حصلت في كثير من دول السودان. ونحن كشعب بطبيعتنا عارفين نفسنا وعارفين أسلوب حياتنا، تضررنا كثيرا. يمكن كثير من السودانيين الآن ببيتوا القوة زي ما قالوا، ما لاقي، ما عندهم شيء، لكن متحملين وقاعدين ومنتظرين. نحن نقول لهم هذا الصبر وهذا الانتظار حتما ستعقبوا أو سيعقبوا إشراق وسيعقبوا إصباح إن شاء الله. نحن أصلا هذه القضية معتبرينها قضية وطنية. الحرب دي إذا استمرت سنة سنتين، لو ما انتهى التمرد ده ما بنخد سلاحنا ولا بتقيف الحرب دي، ولو ما أزعنوا للحاجة اللي نحن دارينها ورجعوا السودانيين معززين مكرمين وعرفوا منه الأزاهم وكيف يشيلوا حقهم والله يعفو عنه، برضو الحرب دي ما بتقيف. نحن أي ذول يجينا يتكلم معانا قاعد نقول له كده، بس انت جيب المتمرد ده خدته في الخرطوم دي، في ذول بيقبلوا، انت جيت بيتي شلت وكهنهبتني واغتصبت بيتي وشلت مالي حتى ما خلت لي حاجة، هل يعقل أنه تيجي تقعد معاي تاني ألقاك واقف قدامي تاني؟ ما في ذول بيقبل الكلام ده ولا في ذول بيرضاه. عشان كده نحن خطنا واضح
وماشي أنه نحن لن نتعايش مع هؤلاء القوم مرة ثانية. هؤلاء المتمردين المرتزقة الغزاة اللي غزوا أهلنا وغزوا ديارنا وغزوا مناطقنا، ما عندنا معاهم كلام ولا عندنا معاهم تفاوض ولا عندنا معاهم حتى ما بنسامحهم إطلاقا. نحن في أمور كثيرة الناس متابعينها في الفترة السابقة، يمكن الموضوع الأساسي فيها والمحوري هو مفاوضات اللي كانت في جنيف. هذه المفاوضات نحن رأينا فيها كان واضح من البداية أنه والله نحن الأمريكان قدموا دعوة، أنا قلت الكلام ده في أكثر من منبر، أنهم قدموا دعوة دعوة منقوصة. هذه الدعوة ما عرفناها مقدمينها لمنو ولا لا تجيها. وسألناهم أسئلة مشروعة حقنا إحنا كسودانيين، الدعوة دي مقدمينها لمنو؟ مقدمينها لأي جهة؟ والقصد منها شنو إذا كانت هذه الموضوعات التي أثيرت والرعاة نفس الرعاة والمخرجات نفس المخرجات، القصد شنو من هذه الدعوة؟ القصد واضح من هذه الدعوة، نحن من أول يوم عرفنا أنه هذه الدعوة يراد بها تبييض أوجه جهات معينة، دول وهذه الميليشيا المعتدية. هذا المنبر منبر جنيف ما عنده مقاصد غير أنه الميليشيا المتمردة والدول اللي ترعاها والحلفاء يبيضوا وجههم ويعيدوهم تاني للمشهد. هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا، كل الميليشيا ورعاتها وداعميها لن تكون لهم أي مشاركة في مقبل السودان إلا يجوا صاغرين يجوا مستسلمين نفرض عليهم شروطنا اللي احنا دارينا، لكن غير كده يجوا يقعدوا صموان للشعب السوداني يقعدوا قدام قل ونقعد نتكلم معاهم كلام مثل كلامنا ده، كلام ده ما بيحصل ولا يحلموا في أنهم يلقوه. نحن طبعا قدمت الدعوة اعترضنا على كثير من ما ورد في خطاب الدعوة، ردينا بخطاب رسمي للجهة اللي قدمت لنا الدعوة في ملابسات برضو الناس عشان يلموا بها. نحن الخطاب جاء من وزير الخارجية الأمريكي، نحن خاطبنا وزير الخارجية الأمريكي ما رد لنا، رد لنا المبعوث ثاني رجعناهم وقالوا نحن خاطبنا جهة ترد لنا الجهة دي. فهو اتصل وزير الخارجية اتصل وقال أنه الزول المبعوث ده بمثله هو بمثل كذا. المهم على العموم مشينا في أخذ ورد وريناهم أنه نحن والله جنيف دي رافضين أنه نمشي جنيف للأسباب الآتية. أولا لن نقبل بدولة الأمارات تكون موجودة شاهد أو حاضر أو مراقب، ولن نقبل بتوسعة منبر جدة، ولن نقبل بأن تفتح موضوعات جديدة للحوار. نحن عندنا اتفاق إعلام مبادئ، نريد فقط تنفيذ هذا الاتفاق، وعندنا تصور لكيفية تنفيذه وسلمناه النسخ من هذا التصور. ده كل اللي احنا ردنا اليوم. بعد فترة اقترحوا انه يجي وفد حكومي في القاهرة. اوكي نحن شكلنا وفد حكومي، هم بيقولوا لي يجي وفد من ساف من القوات المسلحة، ونحن معترضين على انه يمشي وفد من القوات المسلحة، لان القوات المسلحة الاعتداء ما حصل على القوات المسلحة براها ولا القوات المسلحة بتقاتل براها، كل الشعب السوداني الآن بيقاتل. عشان كده احنا قلنا الوفد يمشي بيمثل كل السودانيين، فيه الحكومة، فيه اتفاق سلام جوبا، فيه القوات المسلحة، فيه الأمن، فيه كل الناس اللي بيقاتلوا، إذا افترضنا أن الحكومة بتمثل الشعب السوداني. فهم ما قبلوا هذا الوفد، مصرين على أنه يجي الوفد من القوات المسلحة، كلمة خرقوا البروتوكول وده كلها حجج ما عندها أي معنى. نحن فاهمين أن والله هم دارين يختزلوا المشكلة الحاصلة دي بين القوات المسلحة وميليشيا الدقلو. هم وهذا الأمر غير مقبول، هذه الحرب حرب موجهة لكل السودانيين، لأنه شفنا الوقائع على الأرض، الاعتداءات اللي قاعدة تتم على القوات المسلحة، الاعتداءات بتتم على المواطنين. الآن كل الاعتداءات الحاصلة في قرى الجزيرة وفي قرى النيل الأبيض أو في دارفور، ما في قوات مسلحة ولا في فيلول ولا في كيزان، ما في، كلهم ديل ما عارفين انه نحن بتخيلوهم وين والناس يتكلموا عنهم وين. نحن هذه الحرب ستستمر ما لم تتم الاستجابة لمطالبنا. مطالبنا واضحة انه نعود كما كنا يوم 11 مايو 2023
11 مايو 2023 عندنا اتفاق ما فيه سنار ولا فيه مدني ولا فيه الجنينة ولا فيه كوستي، ما فيه المناطق دي كلها، ما فيه فيه الخرطوم مناطق بتاع التجمع في 3 أو 4 مواقع الناس اتفقوا عليها. بعدها ننظر في كيفية التعامل مع هؤلاء المرتزقة والناس اللي اعتدوا على بلدنا واعتدوا على أهلنا. الرأي النهائي ذاته ما عندنا نحن، نحن جاونا إدارة أهلية، جاونا أحزاب سياسية، قلنا لهم يا أخي كونوا لنا أجسام نشاورة، لأنه الحرب دي الرأي فيها مفروض يكون للشعب السوداني. نحن دارين إذا نمشي السلام نشاوركم، إذا نمشي الحرب نشاوركم، أنتوا اللي بتدعمونا وأنتوا اللي بتجيبوا لنا المقاتلين وأنتوا اللي بتقاتلوا معانا. نحن برضو بنطالب أنه هذه الأجسام يجب أنها تكون حاضرة، لأنه ما عندنا برلمان، ما عندنا حتى المشورة الشعبية، نحن لنا جس أجسام تعيننا في أننا والله نحن نقاتل، نمشي نستسلم، نمشي نسلم. طبعا هم في ناس كثيرين مفاوضات دي هسه يدعوا لها دي، نحن بنعتبرها مفاوضات للاستسلام وليس للسلام. ما نسمع الكلام ده، اذا كان بيسمعوا هم كلام المتمرد الخاين حميدتي البرد الثعلب، ويوما ذكرنا القصه بتاعت الابتدائي زمان بينصح في السودانيين وبينصح في الناس انه يجوا يستجيبوا للسلام. انا ما اعرف هم يعني شيء يحير فعلا، الناس استغربوا كيف انت قتلت الناس ونهبتهم وسرقتهم وعملت كل الموبقات في الشعب السوداني، طيب كيف تتكلم عن السلام وتتكلم عنك تقدر تصالحهم؟ ما في زول بيصالحك ولا في زول بيميد يده لك ولا في زول بيقعد معك في حته واحده، مكانك واحد بس معروف، مع يا تمشي تخلي البلد دي او تيجي تستسلم. زمان كانوا بيقولوا البرهان يستسلم، ده احنا بنقول له البرهان ما بيستسلم، تستسلم انت. أنا بعد في الأيام الأولى من الحرب قال برهان ما عنده حاجة يستسلم بس والله نقتله. أنا بقول لي أنا بس أنت تعال، أنا ما دار أقتلك، تعال استسلم بس سلم رقبتك عشان السودانيين ديل، عشان السودانيين ديل بعدين تقدر تواجهون، وحقهم ده ما بروح، حق السودانيين ديل ما بروح منه ولا بروح من أي زول اعتدى عليهم، ولا حقهم ده نحن ما بنضيعه، نحن ما بنضيع حق السودانيين، وحنظلنا قاتل 500 سنة لغاية ما نكمل كلنا هذه الميليشيا، ما لم تنتهي، ما لم نحرر كل شيء هم دنسوه هذه الحرب ما بتنتهي. ما نسمع أي كلام تاني ولا عندنا أي وجهة تاني ولا عندنا مفاوضة مع أي زول، وأي زول بيجينا بنقول له والله الناس ديل بس حلنا واحد يطلعوا، الحل سهل، الزول بيدعو للسلام وبيدعو للحرب تقيف، طلع الناس ديل عشان الحرب تقيف، سوقوا خليهم يمشوا أي حتة الناس يقبلوا، ما في زول بيقبلهم في أي حتة، عشان كده نقاتلهم لغاية ما ينتهوا، نقاتلهم لغاية ما يدمروا أو يخطوا السلاح ده ويجوا يقعدوا، ما عندنا حاجة تانية اليوم. على العموم لسه المفاوضات أو اللحاق بجنيف ما قنعوا منه الناس، وما زالوا يحاولوا وما زالوا متواصلين مع جهات كثيرة، لكن نحن كلامنا أصلا لن نتراجع عنه ولا عندنا أي فرصة في أنه نحن نفتح له نجيب ندي فرصة أنه الناس ديلوا يراجعين تاني. لغاية مبارح برضو في ناس بيسعوا أنه الناس ترجع جنيف، وبرضو كلامنا واضح، عندنا رؤية أي ذول يجينا بنديه، هذه رؤيتنا إذا كان أنت تريد السلام. وقلنا لهم الكلام ده بسيط وسهل، الناس ديل يطلعوا وبتطلعوا جهة واحدة، الجهة اللي بتمولون وبتدعمون وبتجيب وراهم، لو قالت لهم نطلعوا بيطلعوا، وصفنا لهم كله وندرب وريناهم له أنه والله في جهة واحدة، أنت قول لها قول للناس ديل يطلعوا بيطلعوا. لكن الناس دارين يفرضوا وجود لهذه الميليشيا، دارين يفرضوا وجود للناس الداعمين في جهات كثيرة داعمة بكل أسف، سياسيين وصحفي، في كثير جهات داعمة لهؤلاء الناس، وجهات نحن نقول سلبت وطنيتها، سلبت، تم شراء زممهم، خدعوا، منافقين، ما تقدر تصفهم بها تصفها. لكن أنا أستغرب في أن نزول يدعم هؤلاء الناس بدعاوي أن والله الأخوان المسلمين، بدعاوي الفلول، بدعاوي دولة 56، كلها دعاوي مكذوبة ومفضوحة، السودانيين كلهم عارفينها، والسودانيين كلهم يعوا تماما أنه أنت لا بتحارب في فلول ولا بتحارب في كيزان ولا بتحارب في دولة 56، بتحارب من أجل مصلحة أنت بتسعى عليها، بتحارب من أنك أنت تريد أن تسيطر على هذه الدولة السودانية. وطالما نحن قاعدين وانتوا قاعدين وناس محمد وناس آدم وناس أدروب موجودين، ما بيستولوا على السودان ده، والله ما يقدروا يشيلوا من المملكة، ما يقدروا يستولوا عليهم. نحن بنحييكم تاني، بنقول لكم هذه هي الحقيقة وده طريقنا وده مسلكنا. الزول دار السلام، سلام طريقه ظاهر وما دار له كلام كثير،
طلعوا الناس ذيل من بيوت الناس، طلعوهم من المدن عشان الناس يرجعوا. نحن نقول لهم انتوا تتكلموا عن الاغاثه، منو بيمنع الاغاثه؟ منو هسه محاصر زمزم؟ منو بيمنع قاطع الطريق لغرب كردفان؟ منو قاطع الطريق لشمال كردفان؟ منو؟ جهه واحده بتعمل العمل ده كله. لما يتكلموا معانا نحن الطرفين، ما الفاشل الطرفين، نحن جونا قالوا قلنا لهم فاشل ما فيها طرفين، فيها طرف واحد معتدي، فيها طرف واحد قاطع الطريق. المناطق دي كلها فيها طرف واحد بس هو اللي بيعمل الاعمال دي، ورحبوا به الان وبيشكروه وبيشيدوا به بخطواته اللي بيعملها. الكلام ده بوريك انه والله فعلا السودان يواجه مؤامره فيها اطراف متعدده اقليميه ودوليه، استعانت بمأجورين، استعانت بمرتزقه، استعانت بخونه، ناس خاينين بلدهم، ناس ما عندهم هم يصلوا للسلطه، وإن كان فضل واحد سوداني هم دارين يحكموا هذا السوداني ويحكموا هذا البلد لشيء يمكن هم قد يكونوا ما علمانين به، لكن احنا نقول هم عالمين وعارفين لأنهم معظمهم سياسيين خدموا في هذه البلد، والآن بكل أسف أصبحوا ينفذوا أجندة أو سايقنهم زي ما بقولوا بالخلدين. احنا طبعا كلنا عالمين تماما أنه تنسيقية التقدم أو القحط دي أجسام بكل أسف أصبحت بوغ لهذه الميليشيا وأصبحت تتحدث باسم هذه الميليشيا المتمردة. نحن برضو بنقول لهم باب التوبة فاتح، ونحن أصلا كسودانيين معروفين بأننا والله بكرة كان جيد، لكن نحن الشيء اللي أصاب السودانيين الآن ده ما أظن بالساهل يتناسوه، ما أظن بالساهل يغفروا للناس الأجرموا في حق هذا الشعب. نحن امبارح كم مرة نتكلموا مع ناس اللي بيجوا وسط ذيل، نحن نقول لهم والله يا أخي نحن دارين مع المفاوضات دي نعرف منو اللي بيقول للسودانيين ديل معليش انا قتلتكم وانا نهبتكم، منو اللي بيقول لهم والله انا بعوضكم ما يكون بعوضكم الانفس الضاعت البنات اللي قتلوا، منو اللي بيقول لهم الكلام ده؟ ما لازم في جهه تتحمل المساله دي، بيتحملها منو؟ اللي بيتحمل الاذى اللي حصل للناس ديل منو؟ قلنا له ان احنا في الاعراف حقتنا القبليه دي كان في ناس دارين صالحوا، كان في زول شال من زول حاجه برجع عليه، الناس اللي بيعرفوا السليب وبيعرفوا بيشيلوا حاجه كان دار صالحك برجع لك مالك حياتك شلتها سيفك بندقيتك عربيتك، منو اللي برجع للسودانيين ديل بيدعوا للمصالحه؟ منو اللي برجع للناس ديل حقهم؟ منو اللي بيلتزم؟ امريكا بتلتزم؟ الامارات بتلتزم؟ الوسطى ديل كلهم قلنا لهم الكلام ده، انت بتجي توسط بتلتزم الناس ديل؟ نحن ما عندنا اليوم ما عندنا، انت بتلتزم ترجع لهم حقهم؟ بتلتزم ترفع الاذى والشيء الدخل في نفوسهم بتلتزم ترفعه؟ اي زول قاعد نوجه لك الكلام ده، وانا مذاكي زول بيعملوا ما في، ولا في زول هي يقول للناس والله معليش انا قتلتكم والله انا نهبتكم والله تسببت في انه بناتكم وهاجروا وناس سودانيين الان حالتهم كلنا نعلم ما دا نتكلم عنها، لكن شايفين حالتهم في دول النزع عليها، شايفين حالتهم هنا في معسكرات النزوح، شايفين انهم في كل مكان اصابهم ضرر بليغ، حالتهم كلها يرسى لها. اذا كان انتم فئه قليلة منهم هم غالبيتهم أسوأ، فيه ناس أسوأ من حالة لا يمكن أن الناس يتصوروها، لكن إحنا عزانا واحد أنه الزول الناس اللي تسببوا في هذا الأسى وفي هذا الحزن يجب أنه ينالوا عقابهم ينالوا جزاهم. ما عندنا اليوم أي شيء، سوداني دارين سامحوهم بعدين هم يمشوا يقعدوا في حتة ثانية، يمشوا دولة ثانية، يمشوا يقعدوا في معسكر يجوا يسامحون السودانيين، إحنا ما بنسامحهم ولا بنقول لهم الله يعفى الله عما سلف، كلهم كلام نحن نقوله ونحن قدره، نحن ما عندنا تراجع ولا عندنا تراخي. حرب صحيح طالت ما معروف تنتهي متين، لكن احنا ماشيين بخطوات فيها بشائر النصر مش بشائر، لكن احنا شايفين انه في النهايه احنا منتصرين، قريبا نحن منتصرين وشايفين النصر ده قدامنا، ما عندنا اي يعني ما عندنا غبش في عيوننا ولا عندنا كلام بنقطعه من راسنا، نحن شايفين نحن في النهايه حننتصر. احنا قوات مسلحه، لما نقول قوات مسلحه الناس بيقولوا ذي بيتكلموا زي قوات مسلحه، بين جيش ده قاعد فيه رجال وفيه ناس ومدعوم بالشعب السوداني، عشان كده الجيش ده ما حينهزم لانه هو مدعوم بالشعب السوداني، والان الشعب السوداني قاعد يقاتل معه، اذا الشعب السوداني انتهى ممكن الجيش السوداني ده ينتهى، لكن الشعب ده طالما موجود فيه ناس الجيش ده ما بينتهي وفي النهايه حينتصر. صحيح ما كلام حفر بالابره ولا كان طول بال، لكن في النهايه نحن بنصل وبندمر الناس ديل وبننتهي منهم وتعود
الخرطوم وتعود مدني وتعود كل منطقة، تعود الجنينة، تعود نيالة، كل منطقة والناس ديل دنسوها ودخلوا فيها تعود إن شاء الله آمنة مطمئنة ينعم أهلها بالسلام. صحيح الناس خسروا، الناس ضحوا، والناس صبروا، لكن هذه الحرب تحتاج إلى الصبر. حرب صبر، أصلا الحرب دي صبر، معركة دي ذاتها صبر. أي زول صبره قليل صبره نفد ما بيقدر يتحمل الضغوط اللي بتحصل جراء الحرب. نحن عندنا مشاكل كثيرة اقتصادية، هذه الدولة محاصرة. أنا لما أقول محاصرة أعني ذلك، هذه الدولة محاصرة، هذه الدولة محاربة. الميليشيا المتمردة ما عندها قدرة أنها تحاصر الدولة ولا عندها قدرة أنها تحارب الدولة، لكن من يدعم الميليشيا ويرعاها هو الذي يفرض هذا الحصار. نحن كل دول الجوار تم استعداء، تم شحنها، تم مش شراء زمام قادتها. معظم دول الجوار أصبحت تعمل ضد السودان وأصبحت تتآمر على السودان. كثير من دول الإقليم أصبحت إما تتفرج أو إما تدعم الطرف الآخر. هذه أمور كلها يمكن ستطيل الحرب، لكن لن نستسلم. هم يظنوا أنه إذا خنقنا السودان، ضيقنا عليهم، وقفنا منهم السلاح، وقفنا منهم الموارد، حيستسلموا. نحن نقول لهم ما في استسلام، وده وهم في روسين. وزي ما طلع المتمرد في أديس كان قاعد مع القحاطة قال لهم بعد 4 شهور في البدروم كان يجي يسلم طوالي. أول حاجة نحن منو هو قاعد في البدروم؟ هو السعور كله قاعد في البدروم، هو الزول بندم ده. نحن كنا متابعينه من بيت وجدي لبيت فلان لبيت علان، وما ناسي ما قدر يظهر، يقول انه يقعد له في حتة. نحن لا عندنا بدروم ولا عندنا، كنا قاعدين وسط عساكرنا وزي الناس زي ذاتهم، كلنا كنا قاعدين سويين ومرقنا سوا، مرقنا بسلاحنا، مرقنا بقوتنا، مرقنا بيدينا ديل رغما عن أنفه. وحيظل هو طريد، حيظل طريد زي ما هو سي طريد في دارفور ولا في الخرطوم، والله يتلبد ويتدسى من الناس إذا كان حي ولا غير. المهم هو طريد، هو طريد وحيظل طريد، وما حنخلي حيظل طريد هو ومن عاونه كلهم حيظلوا طرداء يتخبوا من وادي لوادي، من بدروم لبدروم. نحن متابعينه جيدا، هو قاعد في بيوت الناس، كان بيت ماله حقه. أنا كنت قاعد في القيادة وسط عساكري، هو قاعد في بيوت الناس من بيت لبيت، ولل الناس هم قاعدين في بيوت الناس. وهو امبارح يتحدث عن السلام ويتحدث عن السوء. الحكومة قال الجيش ما اتخذ موقف وفي الأرض يحاسب، يحاسب منه؟ انت ناسي المجر اللي حصلت، المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي اللي حصل في الجنينة؟ ناسي ما حصل في الخرطوم؟ ناسي ما حصل في قرى الجزيرة؟ ناسي ما بيحصل الآن في الفاشل؟ كيف تتحدث عن السلام؟ كيف ذاته يستقبلوك؟ يستقبلوك، تستقبلك الأمم المتحدة، كيف يستقبلوك؟ في دولة بتفتكرك أنت جزء من المنظومة الإرهابية العالمية، فيها جزء ثاني يستقبلك. هذه مفارقات نحن في حديث ما دارين نخوض عنه، لكن هذه المجموعة التي تجتمع في جنيف الآن طلعت بيان، ونحن ألقمتهم حجر قبل ما يطلعوا البيان. قلت لهم هذا البيان ده نحن نعتبره مهزلة، إذا أنتم تشيدوا بدور الدعم السريع والله بتتكلموا أنه الدعم السريع بادر. نحن لن نقبل أنه مكان يشيد ناس يشيدوا فيه بالدعم السريع نمشي نقعد فيه تاني ولا نجتمع فيه ولا نقابل الزوال ذات مزاعد فيه. ما في إهانة للسودانيين أكثر من الحاصلة عليه الآن. الآن الشعب السوداني في دول بتهينه، في منظمات بتهينه، في ناس كثيرين بيهينوه. نحن ما بنقبل الكلام ده، ودماءنا ودماء السودانيين كلها دون ذلك. على العموم نحن هذا الجنيف دي ما عندنا زول بيمشي جنيف ولا بنمشي جنيف ولا عندنا علاقة بجنيف اصلا، ولا ما بيحصل ما بنمشي. يسمعوا ما يسمعوا، يقولوا ما يقولوا. الناس تتكلموا عن الإغاثة، اول حاجة نحن ملتزمين، وديل اهلنا السودانيين في كل مكان. اي زول داري يوصل لهم إغاثة، داري يوصل لهم اكل، في راسنا ده نشيله ندي لهم. ما بنمنع ولا بنقيف ولا إطلاقا، ما عندنا أي تردد في أنه نفتح أي منفذ بوصل لأهلنا ديل المساعدة. نحن عارفين أنهم محتاجين للمساعدة، عشان كده لما يقولوا إحنا بنعيق ده كله كلام كذب وكلام غير صحيح. نحن بنساعد ونزلل كل الصعاب. نحن صحيح مع عبر أدري نحن قلنا الناس ممكن يمشوا به وقدموا به إغاثة، لكن عندنا معاذير. أول حاجة الجنينة كل الناس اللي فيها مشوا قاعدين في غادي في تشات، انت دار تجيب الاغاثه اللي منو؟ ودي لهم الاغاثه هناك، قلنا لهم انتم ما في شيء، الناس طردوهم
الا طلعوا الناس ذي الغزاة المستعمرين الجداد ديل ولا المستوطنين الجدد ديل طلعوهم من الجنينة حتى يجوا الناس البلد اهل البلد بعدين يجيب لهم جو يجيب لهم الاغاثه. بعد ده وافقنا انه والله قلنا يمكن من قدام تمشي مورني تمشي هبيله تمشي فوربرانا تطلع قدام ما عندنا مانع تجي خاش، لكن طلبنا منهم انه والله اذا نعرف انها وصلت للناس ديل. وامبارح قالوا احنا قلنا دارين مونيتر ما نحن دارين بس نتاكد انه الحكايه دي وصلت للمستحقين. بس اليات الامم المتحده تورينا انه والله احنا وصلناها للناس اللي بيستحقوها، ما جوا ناس نهبوها في النص، ما سرقت، ما عبس بها، ما توجر. احنا شايفين برضو كلام الناس بيقول الله التجاره والناس بيبيعوا الاغاثه. احنا برضو احنا طبعا الصحافه واحده من العيون حقت الدوله. انا بعدين حيتكلم عن الصحافه، لكن انا بعد اغطي الامور العامه نجي نشوف نحن المطلوب منكم شنو انتم والدارين منكم شنو احنا كدوله كمؤسسات القوات المسلحه. على العموم الان الموقف الناس اللي بيتكلموا عنه السلام والحرب والشان الانساني، دي الاثنين موقفنا فيهم واضح، ما عندنا فيهم لبس. احنا ملتزمين 100% بانه اذا طبق اعلان جده الحرب حتقيف. اعلان جده فيه الناس اللي يطلعوا، فيه الناس يفتحوا الطرق، اذا طبق اعلان جده الاغاثه حتمشي. يعني الاثنين ديل مربوطات بانه الناس ينفذوا الشيء اللي اتفقنا عليه في جده. لن نسمح بانه هذه الميليشيا تعود ثاني وتقعد وتتفاوض. ما في كلام زي ده. على العموم احنا ديل الشانين الاساسيين اللي شاغلين الناس في هذه الفتره. الحرب احنا بكل يمكن امانه استطعنا انه نعيد وننشئ وحداتنا العسكريه بصوره افضل. احنا الان موقفنا افضل من الموقف الوقت اللي بدات فيه الحرب. نحن الآن استطعنا أن نعيد قوات، ننشئ وحدات جديدة، نستعد للمرحلة المقبلة استعداد حقيقي، استعداد صحيح. عشان كده ما عندنا أي تخوف من أنه ما ننتهي من هذا التمرد أو ما نهزم هذا التمرد. فقط نحن برضو سودانيين صبروا تحملوا، نحن برضو نقول لهم برضو قليل من الصبر قليل من التحمل، إن شاء الله المسألة تزول منكم نهائيا. ما دارين نعمل لنا ثغرة أو ندي فرصة للناس زي اللي يكونوا تاني موجودين وسطكم يستعمروكم. نحن عارفين أنه نيحة هم قاعدين فيها بيستعمروا الناس، بيستعمروهم عديل استعمار، لأنه لو خلوا لك عربية، لو خلوا لك لا مؤاخذة كارو، لو خلوا لك كله بجيلوا منك، فمعناه هذا استعمار واستعباد. ونحن عندنا نماذج، إذا كان في ناس في 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 وسط دارفور في وادي صالح بيشغلوا ناس سخرة، هذ بيشغلون سخرة آخر اليوم تجي بدك صوتين ويقول لك امشي ما عندك حاجة. فدي نماذج هسه نحن دايرين نفترض انه كلنا نعمل عشان نزيله من السودانيين ومن صدورهم. عشان كده الحرب دي ما بتنتهي ما بتنتهي في جبل مويه ولا بتنتهي في الأنبده، تنتهي في الجنينه هناك وتنتهي في تخوم الفاس. ده عهدنا مع السودانيين وعهدنا اليوم. طيب ان نخلصه نهائيا، لانه لو خلصنا ناسنا الخرطوم هنا البلد هناك برضه جزء من السودان وناس تضرروا اكثر وعانوا اكثر من باقي الناس التانيين. يمكن برضو في بعض الناس بيتكلموا عن ما طرحت خيارات بتاعت انه والله ننسحب من الخرطوم تنسحب من الفاشر، ما طرح كلام زي ده ولن يكون مقبول بانه ناس تحصل مغايطه واحصل اي تقسيم للسودان. في ناس ساعين انه والله البلد ممكن يقسموها لثلاثه، الفاشر يشيلوها ناس القوات المشتركه والخرطوم والجزيره ومدني يشيل القوات المسلحه والمناطق الثانيه يشيلوها المتمردين. ده طبعا كلام احلام، وقد تكون في ناس بخطط، قد يكون في ناس بخططوا لهذا الامر، لكن برضه نحن نقول هذا الامر اصلا ما طرح ولن نسمح لاحد بانه يطرح مثل هذا الطرح. هذا طرح يمكن السودانيين لان ما في زول بيقبل الكلام ده. نحن السودان واحد، دوله واحده، ما في زول بيقبل انه هذه البلد تتقسم، ولن نسمح بانه تقام تجارب او تحقق احلام قديمه كنا نسمع بها سنه 86 او سنه 92 زمان، أمطار الغزيرة والتجارب اللي عاشها السودانيين أنه هذه الدولة يجب أنها تقسم وتجزأ لأربعة أو خمسة دول. ما زالت هذه الأحلام في رؤوس بعض المستعمرين الجدد، ما زالت هذه الخزعبلات في رؤوسهم، لكن نحن بنقول لهم لن تستطيعوا تحقيقها، فشلتوا زمان وهسه برضو حتفشلوا إن شاء الله، لأن الشعب السوداني لن يقف ليتفرج عليكم. نحن بنحييكم تاني ونقول لكم والله نحن فعلا نفترض أن تكون عندنا حكومة تنفيذية، لأن فترة طويلة ساعين في أنه نعمل لنا حكومة تشيل مننا العبء، هذا العبء المرتبط بالأداء التنفيذي بهم الناس. صحيح إحنا ناس شغالين
بقدر بالطواقي كلها، شغالين في العسكريه، شغالين في نحن دارين حكومه فعلا. بحثنا منذ فتره يمكن لنا 6 7 شهور قاعدين عملنا ورش وعملنا مجموعات عمل عشان نعمل لنا حكومه بتاعت التكنوقراط. هي صحيح لكن حكومه بتاع مرحليه، حكومه مؤقته تدير البلد في فتره الحرب لغايه الحرب ما تنتهي. الناس ثاني ممكن يجوا يشوفوا كيفيه اداره بقيه الفتره الانتقاليه. وساعين في هذا الامر، وان شاء الله قريبا نقدر نجيب لنا نختار لنا حكومه، نختار رئيس الوزراء. طبعا اذا عملنا حكومه حتقطع الشك، حتكون هذه الحكومه عندها الاستقلاليه الكامله عن مجلس السياده، حيكون رئيس الوزراء هو مسؤول، ما حيكون في ارتباط حتى الاشراف والحياه الاساسيه دي ما اظن انها تكون موجوده. يعني حتكون في حكومه فعلا، حكومه مدنيه تدير الشان التنفيذي بمعزل عن التدخلات اللي بتعيق عملها. نحن فقط نحشد الموارد، نفتش الامكانيات، نفتش القدرات، ونعين الناس اللي بيجونا. لكن المسعى مستمر في انه نحن نعمل لنا حكومه تساعدنا، تساعد السودانيين، تقف مع الناس، تشوف همومهم. هسه صحيح في بعض القائمين على امر الوزارات في ناس موجودين شغالين بكفاءه، في ناس اداؤهم متفاوت، في ناس ما قدر العمل المطلوب، في ناس قد تكون تركيبه طبيعه عمل. العمل العام يحتاج بالذات الوزير هي ان يكون عنده بعد اخر غير البعد الاكاديمي او البعد بتاع الشغل المكتبي ده. لذلك يجب ان تكون في حكومه تقيف مع الناس، تسمع كلام الناس، تساعد الناس، تؤدي الاداء اللي يرفع عن الناس هذه الاثقال اللي اثقلتهم كله واثقلت السودانيين. يمكن ما عندنا ثاني غير انه انتم كصحفيين نحن نعلم تماما انه هذه الكلمه الان تستخدم استخدام مش ذو حدين، آلاف الحدود. هذه الكلمة تستخدم في كل مكان، الكلمة اللي بتنبع من أي زول ممكن بكرة تصبح حاجة تانية، تصبح قصة، تصبح ترند، تصبح حاجة واقع، تصبح حكم. كلمة تصدر من أي زول. عشان كده مطلوب منكم أنكم تقيفوا الموقف الوطني. نحن دائما الناس يقيفوا الموقف الوطني، موقف الدولة السودانية، يدافعوا عن الدولة السودانية، يدافعوا عن الثوابت الوطنية، ما ينساقوا وراء الإشاعات ولا كاذيب ما يروجوها. نحن هسي قاعد ندعم، نحن قاعد ندعم بكل أسف الإشاعة، وبندعم الكذب، وبندعم الناس المضللين والكذابين. بندعمهم بجنو من الصفح، ونخش نعلق، وده دعم لهم. كلكم عارفين الكلام ده، أنه إذا في زول اللي قاله إشاعة ما تعلق، ده كلام ما بوصوكم به، ولا تخش ولا تنتقد ولا تقول أي شيء، تتجاهلوا اصلا. كلكم انا متاكد عندكم هذه المعرفه، انه والله المنشور فيه حاجه، انت اي فعل تعمله ليه ولو خدت نقطه معناها انت ساعدت في انه هذا المنشور يطلع لفوق. نحن كل حياتكم انا متاكد تعانوا في انه كيف تكون مستدامه وقاعده دائما الناس يلقوها، الناس يشوفوها، لانه العدو مجند مئات عشرات الالاف من الناس عشان يشتغلوا ضدنا، عشان يشتغلوا ضد السودان، عشان يشتغلوا ضدكم انتم كصحفيين وطنيين. عشرات الالاف مجندين بس مواقعكم انتم يضربوها، صفحاتكم يهكروها، منشوراتكم يغطسوا حجرها، شغالين ما تتخيلوا الحكايه دي سهله. مثلا دي ناس مجندين غرف وعاملين الخوارزميات والذكاء، شغالين ضدكم، ضد السودان، ضد الدوله السودانيه بمكوناتها كلها. اي صحفي شافوه بيدعم هذه الدوله السودانيه طوالي بكره بوجهوا له سنة أقلام أو الماوسات بيوجهوا له حاجاتهم القبيحة دي. عشان كده يجب أن الناس ينتبهوا، انحدارية الناس، يدعموا الوطن، يدعموا السودان، يدعموا وحدته، يدعموا بقاؤه كدولة ذات سيادة، كدولة عندها إرث، عندها من التاريخ ما يؤهلها أن تقود هذه المنطقة بأجمعها. فالمرحلة الجاية يمكن تتطلب أننا نحن فعلا نتضافر كلنا. نحن انا زي ما ذكرت لكم قبل، نحن طلبنا من اخواننا جو ناس الاداره الاهليه وعندهم مؤتمر قريب ده، قلت لهم يا اخي اعملوا لنا برلمان شعبي، اعملوا لكم جسم، اعملوا جسم عشان نجي نشاوركم. انتم كان دارين ناس المتمردين بيجيبوا الناظر يقول جيب 2000 نفر هسه بكره، دي بيجيبوا العمده يقول جيب 50 نفر بكره،
ما جبتها بيجيبوا لك ميليشيا تاكل حلتك وتاكل بيتك وتنهبك، شغالين معاهم بالصوره دي. نحن عندنا تجارب في بعض وحداتنا العسكريه، النظار المحدات يقولوا لي يا زول طلع الناس الجيش، لو ما طلعتهم بكره بنجي ويجي ناس طلعهم. نحن نقول لهم ما دار نستخدم هذا، ما دارين منكم غير الراي، انه والله نحارب نمشي للسلام نفاوض. المجلس ده او المجلس الجهه الاستشاريه دي ممكن انها تشمل كل قطاعات، كل القطاعات الحيه الموجوده في الدوله السودانيه. صحيح فيها تعقيدات، لكن نحن محتاجين ان يكون عندنا سند شعبي، برلمان، شورى شعبيه، اي حاجه نسميها، عشان الناس يتحملوا معانا كشعب، يتحملوا معانا القرارات المصيريه. نحن هسه صحيح بندق صدورنا من منبع ان والله نحن ده بنحس به، وده حسس السودانيين كلهم، وبنعملوا ده كل ذي امان السودانيين كلهم. لكن اذا هذه المساله تاطرت وبقى عندها ماعون يطلعها للناس، بتبقى ايضا بتساعدنا. نحن ما دارين اصلا، سامعين كلام كثير، اختطاف قبيل، في واحد قال خيار وفقوس، نحن والله ما عندنا خيار ولا فقوس. انتوا صحيح ما جيتوا اول مره تتلموا زي ده وتطلبوا طلب زي ده، الناس جو من برا ذيك طلبوا، جو قالوا والله نحن دارين نعمل مقابله. انتوا اطلبوا، ما عندنا اي مانع، نحن ما عند طب، نحن حاضرين وجاهزين في اي وقت. اي زول قاعد معانا هنا ده لو ما نشيله نقدم له اي حاجه ممكن نقدمها له، لانه هو اولى من الناس اللي قاعدين برا. يمكن الناس اللي قاعدين برا برضه بظروفهم المرقته، لكن برضه نحن نفتكر الناس الموجودين هنا وبعانوا وقاعدين مع الناس وكبت فيهم المطر وجاعوا وناموا، ده اللي احنا بنفتكر انه هم ديل اصحاب وجعه حقيقيه. نحن نستمع ليه ونشاورهم في الامر حال بهم السودان وبهم اهلهم.